وفي لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي في برنامج مجتمع واعي، نوهت الأستاذة خديجة عبد الله رئيسة الخدمات الإدارية في الصحة الأولية أن مملكة البحرين لم تأل جهدا في سبيل الحد من تفشي فيروس كورونا منذ الكشف عن أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد. تفشي جائحة كورونا وحتى يومنا هذه، فإن فريق البحرين عمل بكل جهد وإخلاص وترفاني بجميع كوادره ومنتسبيه، وخاصة من هم في الصفوف الأمامية. طبعا مملكة البحرين عملت على وضع البروتوكولات وعلى وضع المعايير تماشيا مع توصيات منظمة الصحة العالمية، وهذه التمسناه منذ بداية تفشي الجائحة في الإجراءات اللي تم اتخاذها في المنافذ والمعابر، وبعد ذلك تم تفعيل الوحدات المتنقلة وعمل الفحوصات العشوائية وتلت فتح مراكز الفحص والعلاج والعزل. كل هذه الجهود المتوالية والمتتالية كان لها الأثر في البحث عن الحالات الكامنة وتتبع المخالطين، بالإضافة إلى تحجيم انتشار الفيروس في المجتمع ولضمان مجتمع آمن وبث روح الطمأنينة فيه. فتم التوسع في عمل الوحدات، فنشوف انهم متواجدين في معظم المجمعات والاسواق التجاريه وكذلك الانديه الرياضيه مؤخرا، بهدف يعني بث روح الطمانينه للمواطنين وسهوله وصول الجميع الى مراكز الفحص.